ان انا احب ابدا كلامي بان احنا وضع العمال مش اسوأ، عشان بس نبقى شايفين الصورة صح. وضع العمال دلوقتي مش اسوأ من وضعهم ايام حسني مبارك. كل ما في الموضوع ان عمال مصر كسبوا حاجات بعد الثورة المصرية، ودي كانت من اهم المكاسب. المعركة دلوقتي ازاي نخسرهم الحاجات اللي كسبوها. كل الحاجات اللي زميلتنا قالت عليها دي ظواهر ومحاولة لتكسير الحركة. من أهم الحاجات، وهذا النظام فاهم ده كويس قوي، إنه عمال مصر هم اللي ممكن زي ما كان إبراهيم بيقول اللي يقدروا يحطوا العجلة، العصا في العجلة، فيوقفوا لهم عجلة الإنتاج اللي هم عمالين يكلمونا عليها، عجلة الإنتاج عجلة الإنتاج عجلة الإنتاج. وعلشان كده لازم العمال يتكسروا عشان ما يقدروش يعملوا ده في اي وقت من الاوقات، عشان ما يقدروش يفرضوا ارادتهم على اي حكومه جايه، سواء حكومه مرسي او اي حكومه تيجي بعد كده. التكسير ده عن طريق حاجتين. العمال دول عندهم سلاحين يقدروا يستخدموهم علشان خاطر يقدروا يفرضوا نفسهم. الحاجه الاولانيه هو المقاومه بالطريقه اللي احنا بنشوفها كل يوم واللي بتزداد كل يوم، الاضراب والاعتصام وكل الطرق اللي هم حاولوا، ورايي ان هم فشلوا لحد دلوقتي رغم قوانين تجريم الاعتصام والاضراب اللي عمالين يفرضوها، ورغم مع حبس العمال، ورغم فض الاعتصامات والاضرابات بالقوه، الا انه عمال مصر مكملين في طريقهم في استخدام سلاحهم الوحيد ضد حكومه بالفعل منحازه لاصحاب الاعمال، ضد العمال وضد الفقراء بشكل عام. واعتقد انه في زملاء معانا هنا النهارده ممكن يكونوا في مرحله من المراحل كانوا بيسمعوا الدعايه المضاده للعمال، والعمال اللي بيوقفوا عجله الانتاج، والعمال اللي بيعملوا ما يمكن يبقى في اسعاف معديه في الشارع وهو قاطع الشارع، وغيرها من الدعايه اللي دايما بتتقال واللي للاسف الشديد بنصدقها وما بنحسهاش غير لما نبقى احنا في الموقف. انه العمال في اي وقت من الاوقات بيصدقوا الدعاية اللي بتتقال على عمال زيهم، وبيدينوا فعل زمايلهم في بعض الاحيان، وبنسمع منهم في بعض الاحيان انه طيب ما نصبر يا جماعة، الراجل ما خدش فرصة، ده الراجل ما لحقش، والكلام ده طول الوقت بيلاقوله مبرر وبيقولوه. بس في الحقيقه لم ينجحوا حتى الان رغم كل ما يفعلوه ان هم يوقفوا عمال مصر عن ان هم يكملوا مشوارهم، لان زي ما بقول ده سلاح العمال الوحيد. هو احنا في ايدنا حاجه تانية؟ هو احنا في دوله قانون بجد بحيث ان حتى القانون السيء، قانون العمل السيء، المزايا اللي فيه للعمال بتتنفذ؟ ده احنا عندنا عمال واخدين احكام قضائيه ومحدش بينفذها، سواء العمال المفصولين اللي واخدين احكام قضائيه بالعوده للعمل لا تنفذ، الا اذا العمال قدروا يضغطوا عليهم ويفرضوا ان هي تتنفذ هذه القوانين. عندنا عمال النيل لحليج الاقطان اللي خدوا حكم بحبس هشام قنديل، هنشوف في الفتره الجايه التلاعب بيه ازاي، لانه ما نفذش الحكم بعوده الشركه للقطاع العام. وعلى فكره شركه النيل لحليج الاقطان مثال واضح جدا على ازاي الناس دول مش بيبنوا مصر، بيخربوا مصر. شركه النيل لحليج الاقطان شركه كانت بتنتج 20% من الزيت اللي احنا المصريين بنستخدمه، واللي على راي عامل منهم امبارح ايام ما كانت الشركه دي شغاله كانت ازازه الزيت ب 3 جنيه، كلنا عارفين ان ازازه الزيت دلوقتي عدت ال 10 جنيه، لان احنا بقينا بنستوردها بالعمله الصعبه بدل ما كنا بننتجها عندنا. الشركه دي اللي فيها معدات وفيها عليها واراضي تساوي 2 مليار جنيه، عمال شركه النيل لحليج الاقطان خدوا حكم بعوده الشركه للقطاع العام، والى الان هذه الحكومه لم تنفذ هذا الحكم وبتعارض في تنفيذ هذا الحكم اللي بيتكلموا عن عجله الانتاج. في الحقيقه انا مش فاهمه، مش برضو دي عجله انتاج ولا انا متهيألي؟ يعني لما العمال يطالبوا بتشغيل الشركات دي وهم اللي يبقوا موقفين هذا التشغيل، ولما يبقى في رجال اعمال بيقفلوا المصانع وبيطردوا العمال بره هذه المصانع، مش ده برضه توقيف ولا تكسير لعجله الانتاج؟ ليه بيحاسبونا احنا كعمال على ان احنا بنعطل عجله الانتاج يوم ولا اتنين ولا تلاته ولا عشره، واللي بيكسر عجله الانتاج تماما ما بيتحبسش زي ما احنا بنتحبس؟ في الحقيقه انه في حاله
من زي ما بقول هي الفكرة ازاي اني اكسر سلاح العمال في الاضراب. السلاح التاني واللي هم فاهمين اهميته كويس قوي هو التنظيم. ازاي العمال دول يتنظموا وازاي العمال دول بعد ما يتنظموا كل واحد في مكانه ينسقوا ما بينهم وما بين بعض عشان يبقى فيه صوت عالي للعمال قادر يفرض مطالب العمال. كلنا شفنا من بعد الثورة لحد قريب كان كل وزارة تيجي تجيب قوى سياسية تقابلها وشباب الثورة تقابلها، دلوقتي بطلوا في الحقيقة، ومش عارفة مين تقابله، وعمال مصر اللي هم الغالبية العظمى مفيش حد بيقول لهم طب تعالوا انتوا بتضربوا وتعتصموا ليه، طب تعالوا انتوا ايه مطالبكم، طب تعالوا نقعد معاكم ونشوف ليه. لانه في الحقيقة هم شايفين ان عمال مصر رغم مقاومتهم الشرسة ورغم انهم بيدفعوا ثمن هذه المقاومة الا انهم مفتتين ومش قادرين يفرضوا على هذه السلطة زي ما حاصل في تونس مثلا رؤيتهم السياسية ورؤيتهم في الاقتصاد يمشي في انهي ناحية وغيرهم من الحاجات. وعشان كده المكسب التاني اللي كسبه عمال مصر بعد الثورة رغم انه في اشكاليات في هذه المسألة هو حق التنظيم، حق العمال في كل مكان ان هم ينظموا نفسهم بحرية وبعيدا عن تدخل اي حد، لا وزير ولا صاحب عمل ولا حزب سياسي ولا اي حاجة في الدنيا. وفي الحقيقة انه حركة التنظيم دي انتشرت ما بين العمال بسرعة، وزي ما بقول رغم انه في اشكاليات في بعض التنظيمات اللي نشأت بس ده ما يخليناش ما نشوفش ان احنا كسبنا مكسب حق التنظيم. ولو بصينا الحكومة بتقاوم المكسب ده ازاي هنحس بقيمته. الحكومة دي اللي هي زيها زي حكومة حسني مبارك وقبلها السادات وقبلها عبد الناصر شايفين انهم عايزين اتحادات ونقابات شكلية تأتمر بأمرهم، وهم شايفين انه الشكل المثالي لهذا هو اتحاد العمال، وان اتحاد العمال ده بنيته الهرمية بهذا الشكل اللي فيه كل السلطات فوق ومفيش اي سلطات تحت لا للعمال ولا اللجان النقابية المناضلة اللي تحت. هم عايزين هذا الشكل لان اللي فوق دول مش اللي بيجيبهم العمال في الحياة، اللي بيجيبهم امن الدولة واللي بتجيبهم الحكومة، وبالتالي ولائهم هيبقى الامن الدولة والحكومة. وبالتالي ما سمعناش اتحاد العمال ده بيدافع طول السنين اللي فاتت ضد خصخصة الشركات وطرد العمال وضد سرقة اموال التأمينات وضد سياسة الانفتاح اللي وصلتنا اللي احنا فيه وغيره من المصايب الكثيرة. كمان اتحاد العمال ده اللي كان منحاز تماما لنظام مبارك حتى في اثناء المعركة بتاع 18 يوم. اتحاد العمال ده اللي رئيسه رغم البراءة اللي زيها زي كل البراءات اللي احنا شفنا بعينينا، احنا شفنا بعينينا الناس بتموت، احنا شفنا بعينينا موقعة الجمل، عايزين احنا نصدق انه الناس دول ما قتلوش؟ يعني بانهي دماغ عايزيننا نصدق الكلام ده؟ هذا الاتحاد رئيسه واعضائه ورؤساء نقاباته العامة كانوا داخلين بشكل اساسي في موقعة الجمل لنصرة نظام حسني مبارك، واللي فضلوا بعد كده حتى في معركة الانتخابات الرئاسية مع شفيق لانه شفيق كان امتداد لمبارك، واول ما شفيق خسر ومحمد مرسي كسب راحوا جري على محمد مرسي عشان يقدموا له فروض الولاء والطاعه، وفي الحقيقه هم ما عندهمش حاجه يقدموها، فبيقدموا حق من حقوق عمال مصر الاساسي اللي هو حق الاضراب كهديه لمحمد مرسي. راحوا يقولوا له والله احنا عندنا مبادره ان احنا نوقف الاضرابات لمده سنه، ده اللي رايحين يقدموا له. والحمد لله انهم ليس لهم علاقه بالعمال، وانه الكلام اللي هم بيقولوه ده عن مبادرتهم بوقف الاضرابات لمده سنه لا يستطيعوا تنفيذها، بدليل وهم داخلين العمال اللي كانوا معتصمين قدام باب الرئاسه منعوهم من الدخول واضطروا يلفوا من باب تاني. فهذا الاتحاد الحكومه عايزاه ومش عايزه اي حد تاني. الحكومه عايزه هذا الاتحاد بهذه البنيه، وكمان عايزه تغير الطبقه اللي فوق دي، بدل ما كانت مواليه لحسني مبارك عايزينها مواليه لينا. وعشان كده اول قرار طلعه محمد مرسي في نوفمبر 2012 بعد الاعلان الدستوري الشهير اللي هو بيتكلم عن انه كل قراراته محدش يقدر ينقضها ولا يجي ناحيتها قبل موضوع الدستور مباشره، كان الاعلان الدستوري في نفس اليوم الخاص بتعديل قانون 35 عشان يحافظ على هذا الاتحاد وبنيته ضد الانهيار، وعشان كمان يشيل الطبقه اللي كانت مواليه لحسني مبارك ويحط بدلها طبقه جديده ليه. وهو بيلعب نفس اللعبه دلوقتي في الوقت اللي بيحاول يكسر فيه النقابات المستقله،
ويضعفها. وفي الوقت اللي بيحاول فيه خالد الازهري انه ما يستلمش اي اوراق نقابات جديده، كل نقابه جديده بتروح لهم بيبتدوا يحطوا شروط وشروط وشروط، الهدف منها بس ان هو يبقى ما بياخدش الورق، وان النقابه هذه النقابه ما بتتاسس، وفي الوقت اللي فيه العمال بيتحبسوا، وفي الوقت اللي فيه العمال بيتفصلوا، وغيرها من الحاجات. هو عمال يسند في الاتحاد التاني لان هو في الحقيقه محتاج للاتحاد التاني ببنيته زي ما هي بناس تابعين لي، ومش محتاج لاي اتحاد او نقابات تقف وتقول له احنا عايزين حقوق العمال، العمال مطالبها كذا وكذا وكذا، والمعركه دي شغاله. وزي ما كانت زميلتنا بتقول انه قانون الحريات النقابيه اللي في الادراج بقاله سنتين في الحقيقه مجلس العسكري رفض اصداره بعد ما وافق عليه مجلس الوزراء، وبعد ما تناقش من كل الاطراف، وبدل ما يطلعوا لنا قانون الحريات النقابيه اللي يخلي وضع النقابات قانوني واللي يديها فرصه تتبني بجد وتنظف صفوفها بجد من اي ناس ما هماش بيعبروا عن العمال بجد، ما هماش نقابيين بجد افاقين. لانه طول ما انت في معركه بالشكل ده، معركه فيها فصل وفيها حبس وفيها غيرها من الحاجات، طول الوقت بتفضل ما انتش عارف تشتغل على نقاباتك وتقويها، وهو ده الهدف بتاعه كمان. ففي الحاجتين دول، المعركتين دول، المعركتين الاساسيتين اللي هما بيحاولوا فيهم ان هما يفقدوا العمال اسلحتهم في الحقيقه اللي يقدروا يفرضوا بيها اي حاجه، واللي يقدروا في الحقيقه ينصروا بيها الثوره المصريه. واحنا محتاجين نشوف الموضوع من هذا المنظور، القوة الثورية. حاضر بخلص والله. طيب القوة الثورية اللي شايفة العمال ودور العمال وأهمية دور العمال بجد، محتاجة ان هي تشتغل على ده، محتاجة ان هي تشتغل مع العمال وليس بديلا عن العمال، على ان هم ازاي يوحدوا صفوفهم، ازاي يعملوا معارك توري ان العمال موجودين وبيتحركوا مع بعض، زي معركة عودة الشركات للقطاع العام، ازاي الشركات بتاع اللي خدت احكام واللي لسه ما خدتش احكام تتحرك مع بعض عشان تضغط من اجل تنفيذ هذه الاحكام، ازاي نبقى بنتحرك على الحد الادنى والحد الاقصى للاجور، ازاي وغيرها من الحاجات. عندنا معارك كتير محتاجين ان احنا نشتغل على ان الناس تشتغل مع بعض في هذه المعارك. بس كمان في الحقيقه احنا كمان محتاجين العمال نفسهم عليهم دور مهم لازم يقوموا بيه. احنا لحد دلوقتي العامل بيبقى زميله في المصنع اللي جنبه مضرب ومعتصم، وهو ما بيروحش عشان يتضامن معاه، ما بيدعيش زمايله ان هم يتضامنوا معاه. لحد دلوقتي السلطه دي باعلامها قادره تفصل العمال عن السياسه. لحد دلوقتي العمال اللي كانوا في الشوارع من 3-4 مصانع وشركات قبل يوم عيد العمال بيوم، جينا في مسيرة عمال عيد العمال واللي هم كانوا قبلها مضربين ومعتصمين وبعدها مضربين ومعتصمين، جينا في مسيرة عيد العمال ما لقناهمش. لحد دلوقتي الناس لما راحت عند مجلس الوزراء بتوع دمنهور شركة البحيرة، مساهمة البحيرة، في الحقيقة أنا رايحة لهم مش بصفة السياسية، أنا رايحة لهم بصفة النقابية. فلحد دلوقتي الضباط بيحاولوا يفصلوا الناس دي عن أي حد بيتضامن معاهم، وبيقولوا لهم فيما معناه هما دول جايين يعمل لكم ايه، طب انتوا عندكم مطالب وهتتحل ان شاء الله. تمام؟ والاقي عامل من العمال بيقول لي طب بس تعالي يا استاذه هنقعد على جنب، قلت له انا مش جاي عشان اقعد على جنب. لغايه دلوقتي بيستعملوا نفس الاساليب في ابعاد العمال عن السياسه، وهو ده في رايي الخطر الحقيقي، انه السياسه مش بس ان انا انضم الحزب، السياسه ان انا يبقى ليا راي في كل قضيه من قضايا من اول مطالبي لحد الدستور، لحد السياسه الاقتصاديه دي بتاع البلد دي رايحه فين وجايه منين، لحد صندوق النقد الدولي انا رايي فيه ايه، والقرض ده انا رايي فيه ايه. كل ده، كل المساحه دي من السياسه لازم العمال يبقوا طرف فاعل فيها، ولازم العمال يبقوا بيشتغلوا عليها وليهم رأي فيها، لازم العمال يبقوا بيشتغلوا معاهم القوى الثورية بجد، ازاي ان العمال يبقى لهم صوت مضطرة الحكومة دي او اي حكومة جاية ان هي تسمع. هي دي معركتنا في المرحلة الجاية. شكرا.